السلام عليكم ورحمة الله، شلونكم؟ إن شاء الله بخير شباب. اليوم حضرتنا شلون راح نستخدم برنامج الفري كونفرنس كول حتى نسوي جوين الميتينج معينة. بالبداية نفتح أي متصفح عندنا بالإنترنت ونجي نكتب هنا فري كونفرنس كول دوت كوم. حيطلع لنا هذه الواجهة، اختار من عندها اونلاين ميتينج واختار جوين ميتينج. راح اعطيه هنا الاي دي اللي هو مال المحاضرة ان شاء الله مال يوم الاحد بالعشرة بالليل، واقول له سبميت. حيطلع لكم هاي المعلومات مباشرة، اقول له جوين اونلاين ميتينج. إذا كانت هاي الميتينج مفتوحة مباشرة حيدخلكم للميت. بالمناسبة أحب أذكر فت حاجة، إنه الندوة راح أو الورشة العمل راح مباشرة، لعفو هذا التطبيق لأنه قلت له الورشة العمل راح تسجل بالكامل وراح نرفعها، لذلك نرجو من جميع الأخوة والأخوات المشتركين إنه يغلقون المايك والكام أثناء الورشة حتى نحافظ على جودة الصوت والفيديو كذلك. نشوفكم بخير إن شاء الله.